إنه سلاح النميمة، إنها اليد الطولة الآثمة التي تمتد على البلاد الإسلامية لتغني اليهود والنصارى عن تحريك جيوشهم وأساطيلهم. استغنوا به فحفظوا القض والقضيب والحد والحديد، استغنوا بهذا السلاح. إنهم يريدون الثأر لأجدادهم الذين مضوا حيث طحنهم الإسلام بسبب كفرهم وعنادهم وفرقهم في الأرض شذر مذر. فمن باب المحافظة على ملكهم ونسلهم ورغبتهم بالسيطرة على الأرض سعوا إلى محاربة هذا الأسد الليث الثائر والأسد الخادر. محاربة الإسلام، سلطوا بعض المسلمين على بعض، يبقوا مشغولين بأنفسهم وبما هم عليه، يأكل بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا. فدرسوا حال الإسلام والمسلمين وسلطوا وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم كل باب وكل طريق وكل سبب وكل مدخل ليكون سببا لعقر المسلمين. ما من سبب يفسد الأعين إلا اتخذوا، ولا سبب يفسد الأذنين إلا اتخذوا، ولا سبب يفسد الألسن إلا اتخذوا، ولا سبب يفسد القلوب إلا اتخذوا، ولا سبب يفسد الأبدان والأديان والأنفس والعقول إلا اتخذوها. وما من أسباب كلية تفرق أو تمزق أو تشقق أو تقطع أو تمزق أو تحزب أو تفرق أو تمذهب إلا وجعلوا لكل باب من أبواب الشر أعضاء وأفرادا ودراسات يهب الشر كله من كل حدب وصوب ومن جهة على المسلمين، فلا تقوم لهم قائمة ولا تسوم لهم في الخير سائلة. فالمكر كبار والكيد كبير، ومن جملة الأسلحة الفتاكة لتحقيق مقاصدهم استخدامهم للنميمة.